التعذيب يا استاذ يوسف ده، دي معلومه فعلا؟ طبعا. تم تعذيبه فعلا؟ نعم نعم. وهو صاحي وهو نعم عايش؟ نعم. هو مش متخدر؟ لم يستطيع ان يصمد اكثر من 4 دقائق على التعذيب. اه يعني هم بيعذبوه ما قدرش يتحمل 4 دقائق؟ طبعا 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 لم يتحمل، وتعذيب يعني شنيع جدا، يعني تعذيب لا يمكن وصفه. دي معلومه؟ نعم معلومه من مصدر ثقه قوي جدا، انه تم تعذيب هذا الرجل لدرجه بشاعه التعذيب ما قدرش يتحمله 4 دقائق. طبعا 4 دقائق ثم استشهد. وبالتالي تتكلم عن يعني مات نتيجه تعذيب؟ نعم تتكلم عن فرق تعذيب دخلت وفرقه التعذيب قامت بتعذيبه حتى اعدم، حتى استشهد. هذا الذي حصل. وما يقال عن انها عباره عن مشاده كلاميه وانه كتكميم افواه وموته طبيعيه، هذا كلام ليس له قيمه.